ذات يا جماعة وفرض الأسر من البيوت، يعني مهما كانت الأسانيد هنا لكن مش ممكن أبدا أسيب الناس بالشكل ده. تعالوا نشوف الأول عشرات الأسر المهددة اللي هم من سكان ساكن السكة الحديد في كفر الشيخ. ناس قضت عمرها في المكان ده واسر وربت، وفي ناس توفت وزوجاتهم قاعده هنا، جايبين لهم طرد عشان يبيعوا السكنات ديت للمستثمر عشان يقبضوا منه فلوس. والناس الغلابه اللي هي بقى لها 50 سنه وعايشه، واللي مات واللي زوجته هنا بعياله، عايزين يطردوهم في الشارع. كان في 25/1/2003 توفير السكن البديل شرط لإخلاء العاملين بالسكة الحديد. بقالي 44 سنة داخل البيت دي سنة 73. أحلى 5 أنفار في البيت وعيالين. هاتولي شقق وأنا أطلع وأجيب لكم السكة الحديد. مناش حتي، أسرتنا أربع أسر قاعدين في البيت، أربعة، السكن بـ 1200، نروحوا فين؟ لما طلعنا على المعاش فوجئت باب الإرهاب بعينه، كل شوية حد جاي يخبط على الباب. انا عايز اوصل صوتي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اولا، وبنقول لك يا ريس يعني ربنا يعينك، بس انا كلمتين اللي انت تنظر الناس الغلابه دهيت مش اماكن امينه ان احنا نستقيم فيها كمان، وكمان جم يطردونا منها، يبقى حرام. ده احنا برضو بني ادمين وعايشين في جمهوريه مصر العربيه تحت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يا ريت ينظر لنا بعين الرأفه. وعشان خاطر يا سيسي، عشان خاطر انا وابني ومرات ابني وابن ابني قاعد معانا في البيت، متجوزين وقاعدين في البيت، مالناش حته، انا قاعده في المطبخ والمطبخ جاب لي رطوبه، والله المطبخ بتاع البيت يا ابني. ابني عاد في وقت وين؟ خدنا عيب السكه الحديد. هيرمونا فين ودلتنا ماتت؟ هنا. لا انا عايزه شقه لعيالك، لكل واحد من الموظفين شقه، بس شقه تكون نظيفه. احنا ضيعنا كل فلوسنا في السكن ده، بنينا ولان احنا كم اسره قاعدين في السكن. يعني انا بنتي بجوزها قاعد وابن خاطب وقاعد، مش معقول ان انا هطلع من الشقه بمصلحه مين ان انا اطلع؟ موظفين السكه الحديد مظلومين، حقنا ضايع. البرج حضرتك اللي في الوش ده كان معمول للسكه الحديد كلهم. سكن ايه اللي بدوروا؟ ما يدونا رجالتنا اللي ضاعت. احنا اهالينا كلنا قضوا عمرهم كله في السكه الحديد وفي خدمه السكه الحديد، ومش بعد ده كله اللي احنا نترمي في الشارع بعيالنا. هي دي البيوت اللي انتوا شايفينها دي اللي عايزين يطلعونا منها؟ حته توضع قاعدين فيها 5 بنات ومفيش راجل ولا في حد. قام ببناء برج حضرتكم لو سلطتوا الضوء وشفتوا البرج، وده كان على وعد ان يكون كل اسره من سكن السكه الحديد قاعد في شقه من البرج ده. مجرد ان احنا طلعنا من المساكن بتاعتنا ديت مش هنلاقي اوضه واحده تلمنا. نفرش كلنا وننام، والله العظيم هي اوضه واحنا 9 اصلا فيها قاعدين فيها، يعني مش لاقيين اصلا مكان نقعد فيه، وكمان بيستكترنوا علينا